صورتها نزلتها، هي نزل قال راوت ما مستلم، ما عندي ايجار، ما عندي هذا كل شيء والله. اليوم ايش سوى لك؟ قالوا نزل البدله وانزل، روح بطل فصل. الله يقبلها. انا اجلك سيدي المحافظ، سيدي راه كان تجيبوا لي خوش رجال انت. خلي يعطوني الفلوس الاوليات الراتب الاول. اعطوني اياه ما عندي. يعني صور هذا الرجال. استغفر الله العظيم. هذا 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 حاله. انت ابو الشركه مال بلدي ايش برا؟ ايش قال الرجال برا؟ قالوا لك على مود العمال بالحار. قلت فلوس قطيع ما عندنا ثلاث اشهر، وابو الاجار يريد من عندنا فلوس. يعني هم بكى، هم مرت له بكى هذا. انا اشتك سيد المحافظ. انا اشتك الاخ الكبير سعد حربيه القائد سعد، والله خوش رجال انت سعد حربيه، والله كاش وقف والله حبه وبخت خوش رجال والله محافظ. ما اجيب طاريك ينقص لساني، ليش ما اجيب طاريك؟ هذا الشوارع كل هذا المحافظ يشتغل به راه كان الجبوري، ما اقدر اجيب طاريك، ما اجيب طاريك ينقص لساني اجيب طاريك. بس هذا عيب، عيب هذا، عيب هذا هيك يسوون به، يعني واحد حكى حكايه يسوي به. انت ابو هذا البلدي، هذا شركه اسمها شركه مو شركه هاي على الكورنيش، على الكورنيش يعني يعني تقبل هذا، تقبل هذا بكيه، انت ابو الشركه يبكي، تقبل هذا من خطيته برقبتك، من خطيه رقبه الجهاله برقبتك، من شكو خطيه مال عامل ما تضيف فلوسه برقبتك، من الله ينعلك 7000 الف مره، من الله يهجم بيتك، من الله تدري شو يسوي بك؟ شو اسوي لك انت؟ لك انت شنو انت؟ انت شنو بشر انت؟ ها؟ شنو انت عندك فلوس؟ لك أنا لك فلوسك شنو انت؟ تخوف العالم بفلوسك؟ تطرد هذا؟ خيرين موجودين، انا اجلك قائد سعد حربي، انا اجلك انت تقبل هيجي؟ تقبل هيجي واحد يبكي تقبل؟ ها؟ ما حكى شيء رجال، قال ما عندي راتب. ايش سوى؟ قال ما منطيني راتب، قال شيء جرم؟ جرم سوى شيء؟ يا ناس يا ما سوى شيء. والله ما سوى شيء. بس قال راتب ما عندي، ما مس صار ثلاث شهور، اريد ما سوى شيء، هذا حاله تطردوه ليش؟ بلاش منه، عيب، انتم ديرتي كركو ديرتي، ما اقدر اجيب طاري زايد.